نروح لمانشستر يونايتد اللي كانت الحقيقة بدايته محبطة جدا في أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الجديد تان هاج. الحقيقة أن يونايتد خسر أمام برايتون في الجولة الأولى في أول اختبار رسمي للفريق عشان يتسبب في إحباط كبير لكل جماهيره، والحقيقة أنه أنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهم باسكال جروس في الدقيقتين 30 والدقيقة 39. مانشستر يونايتد قدر ان هو يقلص الفارق في الشوط الثاني عن طريق هدف سجله أليكسيس ماك لاعب برايتون بالخطا في مرمى فريقه في الدقيقه 67 عشان تنتهي المباراه بخساره مانشستر يونايتد. الحقيقه ان المباراه دي شهدت مشاركه كريستيانو رونالدو كبديل في الشوط الثاني بعد الجدل الكبير اللي كان مثار حوالين كريستيانو رونالدو، فكره ان هو كان عايز يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، لكن رونالدو ما قدرش ان هو ينقذ فريقه من الهزيمه، ومشاركته الحقيقه جت سلبيه مع الفريق وما كانش فيه اي تاثير واضح لكريستيانو رونالدو على ارضيه الملعب. كده برايتون حصد اول 3 نقاط ليه الموسم ده، فيما ظل مانشستر يونايتد بلا رصيد في قاع الترتيب.